أباك تتخيل معايا إن عندك أعداء نفسهم يعذبونك للموت، نفسهم يقطعونك قطع صغيرة وأنت لا تزال حي من قوة إنهم حاقدين عليك، نفسهم يشوفونك أمامهم ويولعون فيك النار. طبيعي إنك إذا قابلتهم يكون معك نوع من الأسلحة عشان أقل شيء تدافع عن نفسك. تخيل إنك تقابلهم من دون سلاح حتى وتوقف أمامهم وجه لوجه وما معك سلاح أبدا ولا في نيتك حتى إنك تدافع عن نفسك. وهذا اللي صار مع الصحابة في قصتنا اليوم. تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وهو لا يملك سلاح ولا في نيته إنه يقاتل والمشركين مدججين بالأسلحة. حصلت بعدها أحداث جدا عجيبة توريك فعليا من هو الملك وتعلمك فعليا بأنه من ينصره الله فلا غالب له. في هذه القصة كمية من المعجزات والأحداث والأحكام اللي ما عمرك حتى أنت سمعت فيها. أكون صادق معك إني أنا شخصيا انصدمت من الأحكام والأحداث اللي حصلت في هذه القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير ومجهزين لكم وجبة كبيرة اليوم. أحداث اليوم جدا عجيبة، بس قبل ما نبدأ هذه القصة راح أقول لكم قصة شخص كان يبغى يهدم الكعبة لها دخل في قصة اليوم. أبرهة الحبشي ملك وعسكري قديم جدا كان يحكم اليمن في ذيك الأيام، كان يغار بشدة من مكة، وكيف أن الحجاج يروحون لمكة لأداء العمرة والحج. وبما أنه ملك متسلط قرر في يوم من الأيام أنه يأخذ فيل وجيش كبير ويروح لمكة هذه اللي الناس يروحون يحجون لها ويواسيها بالأرض. قرر أنه يهدم الكعبة. القرار هذا كان غير صائب تماما، لأنه أول ما قرب من الكعبة برك فيل أبرهة على الأرض ولا تحرك أبدا. كانوا الجيوش يدفونه ويحرقونه بالنار عشان يقوم بس ما تحرك تماما، وكأن هذا الفيل يرى شيء لا يرونه. بس بعد فترة بسيطة إذا بطيور تملي السماء، طيور أشكالها عجيبة جدا. وصفت قريش هذه الطيور بأنها طيور خضراء اللون لها أعناق مثل أعناق الإبل. كانت هذه الطيور معها حجارة من سجيل، رمت الحجارة على هذا الجيش اللي أنهت الجيش كامل، أبادت الجيش تماما. اللي حصل مع الفيل هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. خذ لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. في أواخر شهر شوال من سنة 6 هجري حلم النبي صلى الله عليه وسلم حلم غريب جدا، حلم بأنه يدخل البيت ويحلق رأسه ويأخذ مفاتيح البيت ويعرف مع المعرفين. حلم غريب جدا، بس عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا بأنها عمرة، أما التعريف مع المعرفين فهو وقوفه بعرفة، لأن رؤيا الأنبياء حق وتعبر على ظاهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الرؤيا هذه للصحابة، فاستبشروا الصحابة وظنوا الصحابة بأن هذا هو فتح مكة، أن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة فعليا من دون أي حرب. المهم أنهم كانوا متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة وبيعتمروا، بس ما كانوا يعرفون إيش اللي بيصير معهم بالضبط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يستعدون كلهم للعمرة. فاستمعوا الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أن آخر عهدهم بقريش كانت حرب، وكان لا يزال حقد قريش ودمهم فاير على قتلى بدر وباقي المعارك. كانوا حاقدين على النبي والصحابة، وشفت إذا الواحد جلس مع نفسه كثير تكبر السالفة في عقله، يجلس مع شياطينه والحقد هذا يزيد. ومسألة أن النبي والصحابة والمسلمين كلهم يروحون يعتمرون من دون أي سلاح كان شيء مرعب جدا، يعني كأنك رايح تقتل نفسك باختصار. وهنا تخوفت بعض قبائل العرب، تخوفوا من الخروج للعمرة وخافوا من بطش أهل مكة،
بس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عازمين النية، فقاموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أبو بكر وعلي وعثمان وعمر رضي الله عنهم وباقي الصحابة، كانوا 1400 صحابي، سمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا للعمرة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وكانت 70 من الإبل، وكان بينهم جمل أبو جهل من غزوة بدر، كان ناوي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حتى جمل أبو جهل كهدي معه. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوياء وأثرياء الصحابة، عثمان عبد الرحمن بن عوف وباقي الصحابة الأثرياء، أرسلهم بهذه الإبل لميقات ذي الخليفة، وهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمرة وإنها ترسل الهدي إلى الميقات. فعليا ذهبوا أقوياء وأثرياء الصحابة إلى هذا الميقات بإبل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى شهر شوال ودخلوا شهر ذي القعدة، وفي ليلة من الليالي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولبس ثوبين من نسج يمني، نسج صحار واللي هو الإحرام، بس باقي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم، ما نوى نية الإحرام من بيته، بس لبس الإحرام واللي هو أصلا مشروع إلى يومنا هذا إنك تلبس الإحرام في بيته، بس نية الإحرام تكون في الميقات. وهذا اللي حصل، توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذا الميقات، وهناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الظهر. أول ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أمر بالإبل حقته، أمر بهم وجههم للقبلة، وسوى شيء عجيب ما عمرك سمعت فيه ولا عمري أنا سمعت فيه الحقيقة، أنا انصدمت، شيء عجيب ما عمرك سمعت فيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجرحون الإبل بشفرة في صفحة السنام الأيمن ويمسحون الدم بسرعة فتسوي علامة، هذه العلامة عشان يعرف بأنها قربان لله. وتدرون إيش يسمى هذا في الفقه؟ يسمى الإشعار، إشعار الهدي، يجرحون الهدي في السنام ويمسحونه فتسوي زي العلامة يعرفون بأنها قربان لله. ومو بس كذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يلبسون الهدي بلبس وهي لا تزال موجهة للقبلة. متخيل إن هذا كله في الفقه وما تدري عنها أنت؟ أنا أول مرة الحقيقة أسمع فيه، وطلعت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، سنة مشروعة. طبعا هذا يسمى في الفقه بالتجليل، تجليل الهدي. وأعجب شيء خلاني الحقيقة أنصدم صدمة قوية إلى درجة أن هذا الشيء هو اللي خلاني أتوجه إلى الفقه، خلاني أتوجه إلى الفقهاء عشان أتأكد من هذه المعلومة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقلد بالنعال، يأخذون نسيج من صوف ويعلقون النعال فيها ويعلقون النسيج هذا على رقبة الإبل. والشيء الصادم أن هذا كله كانوا يسوونه العرب قديما، من زمان يسوون هذا الشيء في الهدي. وتدري ليش كانوا يسوون العرب هذا الشيء قديما؟ عشان إذا سافروا بالقربان هذه، سافروا بها إلى مكة، قطاع الطرق والسراقين اللي في الطريق يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى فلا يقربونها، حتى لو هذه الناقة تمشي لحالها، لو مشت لحالها ما حد يلمسها أبدا لأنهم يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى. متخيلين؟ يعني تخيل سارق يخاف الله، كانوا السارقين زمان وقطاع الطرق يخشون الله سبحانه وتعالى مع أنه سارق. فأجمع العلماء على أن مشركين زمان كانوا يخافون الله أكثر من مشركين هذا الزمان، حتى السارق زمان كان يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقرب هذا القربان تماما. الله المستعان، إيش حالنا في هذا الزمان؟ فهذه الأشياء يوم سواها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت سنة لنا، أصبحت سنة في الهدي، أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه. المهم إن بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أرسل صحابي من الصحابة عشان يشوف إيش سوى قريش بعد ما وصل لهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم للعمرة. كان اسم هذا الصحابي بسر، انطلق بسر هذا لمكة، هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الميقات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الميقات ونوى بالإحرام، ونوى الصحابة كلهم أنهم يحرمون للعمرة، بس مو كل الصحابة أحرموا، فكان فيه عسكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نووا بالعمرة ولا أحرموا، وكان من هذول العسكر أبو قتادة، كان وحش من وحوش الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقدم 20 من فرسان الصحابة أمامه، وكانوا كلهم رجال إلا 4 من النساء، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أم سلمة، وأم عمارة رضي الله عنها اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ذكرناها قبل كده، أم عمارة رضي الله عنها، وأم منيع رضي الله عنها، وأم عامر
رضي الله عنهم أجمعين. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الميقات متجه إلى مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يستنفر الأعراب اللي في الطريق للعمرة، يأمرهم بأنهم يخرجون للعمرة معه، فكانوا ينصدمون من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ترى يا رسول الله أنت رايح لقريش، تروح عند قريش وأنت قتلت منهم 70 وأسرت 70 في غزوة بدر من غير باقي الغزوات، وتروح لهم بدون سلاح. كانوا يقولون بينهم لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا. ما حد بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف، انتهى، أصبح النبي والصحابة من الماضي. فكانوا يتعذرون بأشغالهم وأموالهم، وعندي ولدي مريض وعندي تجارة الفلانية، يتعذرون. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يخشون في الله لومة لائم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على بعض البدو وهم في الطريق، وكانوا هذول البدو مشركين. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليهم فرفضوا، فاشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم لبن، فطمعوا هذول البدوان بالفلوس اللي جت، فقاموا يعرضون ضبان، والضبان صيد. انطلقوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فكل صيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم. فأكلوا الصحابة رضي الله عنهم المحرمين وغير المحرمين من هذه الضبان ومشوا حرك. طبعا هذا حكم نزل. يقول أبو قتادة كنت من اللي ما أحرم، وحنا نمشي انقطعت جزمتي وانتم بكرامة، فاسترحت وكان معي أصحابي وكانوا كلهم محرمين. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحنا جلسنا استرحنا، وفي نفس الوقت كنت أخصف نعالي أربطها. طبعا كنت مدنق وكنت أعدل في نعالي، وأنا أعدل في نعالي شافوا أصحابي المحرمين حمار وحشي، وهم شايفين الحمار الوحشي هذولا أنا منزل راسي وجالس أخصف، ما شفت الحمار الوحشي، وهم محرمين ما يمديهم يدقوني يقولوا لي ترى في حمار وحشي روح صيده لنا، لأن الصيد إذا صار لهم هذا الصيد يصير حرام، يصير حرام عليهم هذا الصيد ولا يستطيعون الأكل منه. كان في خاطرهم يقولوا لي بس ما هم قادرين، يعني كانوا يتمنون أني أشوفه من دون ما يقولوا لي. عيونهم تناظر في أبو قتادة، يا أبو قتادة شوف الحمار الوحشي رحم والديه. بس أبو قتادة رضي الله عنه جالس يصلح جزمته، وأنتم بكرام تكفى يا أبو قتادة شوفه. بس في الأخير التفت أبو قتادة فشاف الحمار، يقول فأقوم بأسرع سرعتي وأركب الخيل، فمن سرعتي نسيت حتى سلاحي اللي أصيد فيه. يقول فناديت على أصحابي أنكم ألقفوني السلاح، بس كلهم قالوا لا والله ما نعطيك شيء، والله لا نعينك عليه بشيء، حنا محرمين ولا نبغى الصيد ذا. بس في نفسهم يبغونه، يعني بس يبغون تكون نيتهم طاحة، وهو نيته برضو أنه ما يصيد لهم. يقول فأنزل بسرعة وأخذ رمحي وأنطلق، ما هي إلا شويتين إلا أبو قتادة راجع وهو معه الحمار. ما أمدى أبو قتادة يحط الحمار لو نزلوا فيها أكل، جلسوا يأكلون في هذا الحمار. بس وهم يأكلون قال واحد منهم متأكدين أن لحمة حلال، متأكدين أن وضعنا حلال كده، احنا محرمين وجالسين ناكل لحم، وش الوضع يعني؟ ناظروا البقية في بعضهم ووقفوا عن الأكل وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة أطالع في ذا الحمار ولا ودي أني أترك شيء منه، فأخذت لي عضل. وصلنا عند النبي وسألناه عن حالنا وعننا هل هذا اللحم حلال ولا حرام وإيش السالفة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محكم منه شيء؟ يقول أبو قتادة فقلت نعم يا رسول الله أنا عندي العضل. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها كاملة حتى تعرقها تعرق وهو محرم، وهذا يدل على أن لحم الحمار الوحشي حلال، أما الحمار الأهلي فحرام. هذه الأحداث كلها حصلت وهم ماشيين متجهين لمكة. المهم أن في رحلتهم هذه نزلت أحكام كثير، حكم حلاقة الرأس وهو محرم، وغيرها من الآيات والأحكام اللي نزلت وهم ماشيين في الطريق. المهم أن نرجع للأكشن، وإيش اللي حصل بالضبط؟ تتذكرون الصحابي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيب أخبار أهل مكة؟ إيه نعم، اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات وهم في الطريق، إلا بسر اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف أحوال قريش. جاي بسر وفي وجهه الخوف، وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قريش خرجت والله لا يريدون إلا الموت، واقفين على مكة، ما انت داخل مكة إلا بعد الدماء، جهزوا جيوش ما بعدها واستعانوا ببعض قبائل العرب. ومو بس كده يا
رسول الله، فخرجوا ومعهم العود والمطافيل، يعني أولادهم ونساؤهم خرجوهم معهم، يا يرجعون منتصرين يا يروحون كلهم هم وأولادهم ونساؤهم. قد لبسوا يا رسول الله جلود النمور وما بيرجعون أبدا إلا بعد دمام، يعاهدون الله لا تدخل مكة أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة يقصد بها رقبته صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة، وكان يكثر المشاورة للصحابة لدرجة قوية جدا، كان يشاور بكثرة للصحابة. فقام المقداد رضي الله عنه وحش من وحوش الإسلام، قال: يا رسول الله، والله لو تسير بنا ورا مكة، مو بس مكة، تسير بنا ورا مكة يا رسول الله، حن معك، رقابنا أمامك يا رسول الله، امش ولا عليك فيهم يا رسول الله، لو يبغون السيوف أشهرناها. فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه وقال: نرى أن نصمد لما خرجنا له. بس النبي ما كان يبغى قتال أبدا، كان فقط يبغى يروح يعتمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه يحمل السلاح وهو معتمر رايح بيت الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نخرج لقتال أحد، إنما خرجنا عمارة. جلس النبي يشاورهم ويكثر المشاورة لهم، وجلسوا على حالهم هذا يتشاورون، هذا يقول كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة، إلين أخذهم الوقت إلا بجيوش قريش مقبلة من بعيد. جاية جيوش قريش على المحرمين من المسلمين، كانوا 200 فارس من فرسان قريش من مشركين، كانوا جايين على النبي صلى الله عليه وسلم والمحرمين من الصحابة. ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان إلا قليل، كانوا غير محرمين. ناظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا ب200 فارس من فرسان قريش من أقوياءهم. في ذيك اللحظة ما كان في أي خيار لا للنبي ولا للصحابة إلا أنهم يقفون صف واحد، يظهرون لهم بأنهم أقوياء وجاهزين للقتال، وهذا اللي حصل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ولا تحرك، وفعليا قدمت الجيوش هذه وشافت النبي ووقفت مستعدين للقتال، كانوا ناويينها دماء. بس جلس النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة إلين جاء وقت الصلاة وصلوا صلاة الخوف، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاور الصحابة إلين الليل. كان فيه طريق سري ما حد يعرف فيه، كان اسم الطريق هذا ذات الحنظل، طريق وعرة جدا وما حد يروح لها، وكانت قريبة من المكان اللي كانوا فيه المسلمين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال: من رجل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ كانت هذه الطريق تؤدي إلى الحديبية. قام واحد من الصحابة وقال: أنا يا رسول الله أعرف الطريق. فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا وراه. مشى وراه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا 1400 صحابي معهم الإبل والخيول، فطبيعي لو مشوا الغبار يظهر. ارتفع الغبار في السماء فشافوه جيوش المشركين، جيوش قريش شافت هذا الغبار المرتفع، بس مشوا المسلمين ولا هم، مشوا وراء هذا الصحابي اللي يعرف هذا الطريق. مشى بهم إلين وصل مرتفع يسمى بثنيات الحنظل، وأول ما حطت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثنية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له. هذه بشارة، فانطلقوا المسلمين كلهم يتسابقون عشان يتعدون هذه الثنية عشان الله سبحانه وتعالى يغفر له. فغفر الله لمن تجاوز هذه الثنية كلهم ما عدا واحد، ضاعت عليه ناقته وجلس يلحقها وقال: إني ألقى ناقتي خيرا لي من أن يغفر لي، أبا بس ألحق ناقتي. لحقها إلين مات ورا ناقته. طبعا جيوش المشركين عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق مختصر، وبما أنهم ما يعرفون وين هذا الطريق يؤدي جلسوا يدورون للمسلمين في كل مكان، كانوا يبغون يشوفون أي علامة تدل على أن المسلمين في هذا المكان فقط، فكانوا يبحثون في كل مكان. المهم أن النبي والصحابة وصلوا لهذا المكان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشعلون النار ويسوون الأكل، كانوا جوعانين كلهم، فأمرهم النبي أنهم يشعلون النار. فقالوا: يا رسول الله، إننا نخاف من قريش أن ترانا، لو أشعلنا النار بيشوفونا، المكان قريب من مكة وبيشوفونا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم لن يروكم، الله أكبر، إن الله سيعينكم عليه. فيقولون الصحابة: أشعلنا أكثر من 500 نار وما رأونا قريش أبدا، مع إنهم كانوا يطوفون حول ذاك المكان وكانت الدنيا ظلام، كانوا في بداية الشهر
يعني القمر كان هلال، في الظلام كان شديد جدا، في أي نار راح تشعل سهل المشركين يرونها، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أنظارهم عن ذاك المكان فما رأوهم قريش أبدا. جلسوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذاك المكان إلين جاء وقت الرحيل، فمشى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصوى، مشابه النبي صلى الله عليه وسلم إلين وصلوا مرتفع من المرتفعات في هذه المنطقة، وقفت القصوى وربضت، فجأة ربضت ما تحركت أبدا، فقاموا الصحابة ينترونها يقومونها ما قامت أبدا، وكأنها تشوف شيء البقية ما يشوفون، حاولوا لكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. ظنوا الصحابة إنها حزنت وتضايقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خلأت يعني حزنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب وقوفها وليش هي وقفت في هذا المكان وما تحركت أبدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ما خلأت يعني ما حزنت، ولا هو لها بعادة يعني ما كانت تحزن، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سلوكها، هذا مو بسلوكها، ولكن حبسها حابس الفيل، يقصد بالفيل اللي هو فيل أبرهة، يوم وقف الفيل وربض تمام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها أما والله لا يسألون لليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذيك المنطقة اللي ما كان فيها ماء تماما، كان هذيك المنطقة ما فيها ماء أبدا، ما فيها إلا أبيار جافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا المكان، فقالوا الصحابة يا رسول الله المكان ما فيه ماء، بس النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم فأعطى هذا السهم واحد من الصحابة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر حصلت بعده معجزة عجيبة جدا واللي راح نذكرها بإذن الله في المقطع الجاي. إلين هنا ما وصلنا لنهاية قصة اليوم، لأن قصة اليوم راح تكون على اسم الأحداث اللي جاية جدا مثيرة وعجيبة، فبإذن الله نشوفكم الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدك الغيث إذا الغيث هما يا جمال الوصل بالأندلسي، أما ضينا نبذل الخير وما نمت الأعين عند الغلسي.